بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أتشرف أن أنقل لكم اليوم لقاء ما بين إمو من تحالف إيجيبت وما بين عمرو الساسك من تحالف إيجيبت نايتس. اتشرفت أن أنا قابلت عمرو الساسك قبل كده كذا مرة، هو يغلبني مرة أنا أغلبه مرة، بس يعني اللقاءات بتاعتنا بتبقى لقاءات أنا بحبها بصراحة. عمرو الساسك هنا ينزل بالبرج، نزل بيه بدري قوي ووراه عربية أتاري على كام عسكري مهندس، هو بيلعب بخطة الأبراج. إمو الناحية التانية ينزل بالدبابة العروسة، يتقل على البار بتاعه شوية، ينزل بكمان دبابة. عمرو الساسك وصل كده دشن البيت الأولاني، يبدأ يعتمد على الكروت الضرب من بعيد، هو عنده كروت ضرب من بعيد قوية. إمو هنا يبدأ ينزل كونتينرات إمداد، عمرو الساسك يحط الخيمة، يعني ها يبدأ بقى عمرو الساسك هنا ينزل الدراجون تيث وينزل الأسلاك الشائكة وينزل كمان موانع دبابات. من آخر مرة قابلتك فيها يا عمرو واضح إن أنت اتعقدت من الدبابات. هنا أنا بقى بصراحة استغبيت، يعني أنا هنا في كام حركة كده استغبيت فيهم، الدبابات كانت واقفة وشدة وزي الفل. رميت المعسكر، انا كنت شايف ان انا كنت اجري اكتر، عايز اجري، عايز اجيب مدفع، عايز اجيب الكارت بتاع اللبوس علشان نضرب الدراجون تيس والحاجات دي كلها اللي عمالة تاكل في الدبابات. وحظي بقى عامل كويس ان انا ما كنتش نازل بكارت القنابل العنقودية، كنت نازل مكانه بكارت النار. زي ما انتم شايفين كده انا النهاردة بصراحة كان لعب غريب. شفت بقى اهو كارت النار ده اللي ملوش ريحة اللازمة، كان ساعتها لو كان معايا كارت القنابل العنقودية حتى برضو لما جيت رميت اللبوسة لميتها على البرج، مع ان كان الاولى ان انا ارميها على الموانع بتاعة الدبابات، بس انا رميتها على البرج بهدف ان انا يعني عايز اقلل شوية من الاندفاع، وكنت على امل ان الدبابة بتاعتي ايه هتصمد، لكن يلا بقى حصل خير. عمرو الساسك ورا حاطة المهندسين ينزل مدفع الهاوزر بعيد المدى، الدبابتين راحوا طبعا قصاد الموانع، خسارة الدبابتين دولت والله يا جماعة. شوف يا جماعة غلطة واحدة بس تكلفك الماتش، يعني الكارت بتاع انت بتعمل يا عم ليه كده يا عمو؟ هو اللقاء مستداخل حرب بجد ولا ايه؟ يلا عسى الخير. بعتذر عن الصوت لان عندي شوية برد كده. يطلع عمرو قدام بعد ما حصل عنده غلبة كده بسبب الأوبس اللي رماها، نزلت مشاة كتير وهو بيستخدم الأبراج، فطبعا دوت الدم ده بعيد قوي بصراحة. عمور انت المفروض تاخد الماتش ده 5، لو ما خدتوش 5 يبقى انت كده غلطان. يرمي برضو دراجون تيس تاني. امه هنا بقى يبدأ ينزل بالكونتينرات الدعم، الخيمة حركة كويسة برضو. تسريع على الكروت، عايز كارت، عايز حاجة اضرب بيها الموانع بتاعة الدبابات. شوف مع كل اسف كنت انا اخطأت ان انا نزلت بالكارت بتاع النار، وما معيش غير حاجة واحدة بس مضادة للدباب، مضادة للمباني او مضادة للموانع بتاعة الدبابات. اشوف لو كان معايا سطر القنابل العنقودية كانت هتفرق كتير معايا اللقاء ده، لكن كده عمورة ما يعرفش يعمل، ما يعرفش ياخد البنكر التاني، شغال عليه من بعيد برضو حتى الان. انتوا بقى بصوا هتشوفوا ألذ كام دقيقة، ألذ كام ثانية بقى في اللقاء كله. بصوا بقى شوفوا اللي حصل، يعني شوف الدبابة دي برضو والله حرام وحياة ربنا، بس يلا عسى الخير. طبعا هنا عمور مش معاه البرج ومش طايل البنكر الاخير، كلت البنكر. شوف بص بص وهو ده بقى اللي انقذ، بص بص بص، يعني انا عايز اقول لكم حاجه، هو ده بقى اللي خلاه يطول اللي هناك. شايف شايف يا الله، والله كان خلاص اقسم بالله عمور، بس انت حظك حلو. حبيبي يا عمرو انبسطت قوي بالماتش معاك يا حبيبي، ويا رب اقابلك مره تانية. ولو انت اتفرجت على الماتش دوت يعني انا انت انسان محترم جدا وانا بعزك، وان شاء الله اقابلك مره تانية، بس المره التانية اغلبك باذن الله. تحياتي لكل رجاله ايجيبت نايتس. شكرا يا رجاله، ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب، وكان معكم ايمو بالعافيه من قلب الحدث.